دكتور تعرف على حضرتك دكتور دكتور هشام ابو النصر عضو الهيئه العليا لحزب النور وامين عام محافظه الجيزه. المؤتمر النهارده انا شايفه حاشد كده، ممكن نعرف بس اهم الشخصيات اللي هتحضروا ان شاء الله؟ ان شاء الله تعالى الدكتور ياسر برهامي، الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس الحزب، الشيخ شعبان درويش رئيس مجلس حوكمه الحزب، ودكتور هشام ابو النصر طبعا امين العام محافظه الجيزه، ومجموعه من الضيوف زي الشيخ محمد الكردي والشيخ عادل عزازي، ومجموعه من الضيوف دعينا بعض الناس، دعينا نائب المحافظ ودعينا بعض القيادات الشرطه. البرنامج النهارده بتاع المؤتمر ان شاء الله تعالى هنبدا الاول البرنامج المعتاد، يعني ان شاء الله تعالى هيكلم في بعض الناس ليهم كلام والبعض الاخر ملوش كلمه ان شاء الله تعالى. هي فكره بس للتعبير ان شاء الله تعالى، ان احنا ان شاء الله يعني بنعبر بشيء من البساطه عن ان شاء الله تعالى ان احنا ناويين ننزل الانتخابات ان شاء الله تعالى باذن الله بمشيئه الله تعالى بقوه، امنين في الله عز وجل ان نحقق ما نتمناه. يعني نقدر نقول دوت اول مؤتمر دعوي للانتخابات؟ لا نعتبره كده، نقدر نعتبره كده ان شاء الله تعالى باذن الله. ابرز المرشحين لمجلس الشعب؟ ان شاء الله احنا لسه ما انتهيناش من القوائم وما عملناش المجمع الانتخابي، لكن مثلا بالنسبه لنا هنا على سبيل المثال عندنا محمد الكردي ده ابرز المرشحين ان شاء الله تعالى باذن الله، ويعني في مرشحين في نزار غراب في اوسيم، ولسه في مجموعه كبيره ان شاء الله تعالى، بس افضل نتكلم عنها بعد مساله الانتهاء من القوائم ان شاء الله. ممكن الانشطه اللي حضرتك بتمارسوها في المنطقه؟ في اعمال كثيره جدا الحمد لله بتتم على نطاق واسع، في اعمال خدميه زي مساله العيش، انبوبه البوتاجاز، الخضار، بعض الاعمال الثانيه الخاصه. بدانا نكلم المحافظه نبقى جهه رقابيه على مقالب الزباله ومساله جمع القمامه، ان شاء الله تعالى باذن الله هنبدا الفتره اللي جايه نتقدم من سلسله المشاريع الاقتصاديه للهيئات المختصه والوزارات المختصه. برضه ان شاء الله تعالى وعندنا مشاريعنا، والنهارده معانا خبير اقتصادي من حزب النور هيبدا يعبر عن اول ان شاء الله تجربه للحزب باذن الله تعالى ان شاء الله. بالنسبه لتنظيم المرور في برنامج عندنا 10 لجان النهارده شغالين، اللجنه المروريه موجوده الحمد لله، وانت شايف مفيش تكدس تماما، علما بان دي فرده ودي فرده، لكن الحمد لله احنا مفيش ما عندناش تكدس، والامور ماشيه كويس جدا جدا بفضل الله تعالى. مش عايز اعطلك يا دكتور، ولنا لقاء بعد المؤتمر. شكرا. جزاكم الله خيرا. شكرا. الاهتمام بالبحث العلمي